اجتمعنا حاليا مع اتحاد طلاب الكليات كلها. وانا همسك يعني حاليا كليه كليه. طبعا طلاب كليه الزراعه ممثله في الطلاب اللي موجودين معايا هنا. وعميد الكليه ووكيل الكليه قال لي بعض المطالب. المطالب كليه الزراعه كالاتي: واحد، استدامه عمل الانبساط. طبعا دي موافقين عليها ان شاء الله والاداره كلها. الحاجه الثانيه، الدعم المالي المقدم من جميع طلاب كليه الزراعه. وانا ده قرار بان الانبساط هتكون مجاني على حساب الجامعه طلاب الزراعه لنهايه الترم الاول لنهايه الامتحانات. تفعيل نقطه مرور امام الجامعه دي موجوده ان شاء الله. سعاده الدكتور هيتواصل مع اداره الامن ودي هيفعلها. لو مش موجوده هي موجوده بالفعل بس هتفعلوه. لو في سرعه اسعار دعم الجامعه دي موجوده من الاول، لكن هنخليها مع رحمه الدكتور كلهم هنا، بس هنخليها برضه موجوده داخل الجامعه عشان طلاب الزراعه. توفير احد افراد المرور عند بدايه الطريق القوامي الجنس القديم. طبعا ان شاء الله سعاده اللواء هيتصل بمدير المرور سيتم عمل ذلك من الغد ان شاء الله. يعني ولو ما كانش فيه هيكون هم معاكم في الطريق باذن الله. الحاجه السادسه، يعني عدم مرور سيارات غير سيارات الجامعه على الطريق الجديد ان شاء الله. احنا يعني زي ما سمعنا دلوقتي قدامكم ومتحت السماعه ان اليوم الاربعاء هيكون انتهوا منه، هيبقى في لجنه من الجامعه ونوليكم هنروح نشوف الطريق وصل لفين. في حاره مخصصه للطلاب جامعه السواد هيمشوا عليها ان شاء الله، مش هيكونش فيها حاجه. فهننبه جميع القيادات الامنيه بعدم مرور اي سيارات اخرى غير سيارات الجامعه في هذا الطريق. طبعا دي مطالب الطلاب في الزراعه. طبعا كان في مطالب اللي هي البنات يرجعوا تاني، الطالبات يرجعوا تاني الكوامل المدينه الجامعيه. دي حاليا في الوضع الحالي في خطوره عليهم. منتهى الامانه في خطوره عليهم، وانا مش قادر استطيع اقابل بيهم. احنا في ازمه ان شاء الله لحد ما تبتدي ان شاء الله نروح الكوامل. طبعا في مطلب من كليه التجاره والزراعه والاربع كويس هناك بان يروح يعني تتواجد الناس من شؤون الطلاب ورعايه الشباب والمدرسات العليا. ان شاء الله سيتم تفعيل ذلك من بدايه الاسبوع القادم مع عمداء الكليات، وسيكون في ناس موجودين من رعايه الشباب وشؤون الطلاب ودراسات عليا من كل كليه، وهنشوف مكانهم نبلغهم به متواجدين دائما كل يوم فين هنا. في مشاكل دائما في زي مبنى العارف لطلاب الهندسه والتعليم الصناعي من الميه ومن الوجبات، مشروع متاخر. الوجبات ان شاء الله دي هنبدا عن طريق المركزي وزاره المدينه هتكون يعني الساعه 2 الساعه 3 لان بدنا يتم تاخير اصلا. بالنسبه للميه اخذنا عينتين ميه، عينتين من المرات الميه هناك، وارسلناهم لكل العلوم وارسلناهم لشركه الميه سيتم تحليلهم، ولو وجدنا فيهم اي شيء احنا هنبلغكم به. اذا كان في حاجه خطر هنشوفها، اذا كان الميه صالحه هنقول لكم الميه صالحه. بالنسبه لايه؟ ايه طلباتكم تاني؟ بالنسبه لوحده التربيه فوكيل الدكتور محمود عباس وكيل وحده التربيه سيتكلم عن بالنسبه لمطالب كليه التربيه كانت في ثلاث مطالب اساسيه في طرحها اسامه واسماعيل. فالمطلب الاول اللي هو كان بالنسبه للدبلومه، عقد طلاب الدبلومه، واحنا اتخذنا قرار، رئيس الجامعه اخذ قرار النهارده انها تعود الدبلومه بالرغم من العدد الكبير 6000، وهتكون الدراسه يوم الخميس والجمعه، ووفرنا الاماكن وحاليا التداول بتتعدل في اعلانها لاعضاء التدريس. بالنسبه ل السكاشن العملي في اللي كانت المفروض في الجامعه الجديده تم اعادتها على ان تدرس الاقسام بطريقه تؤدي للتنفيذ العملي ليها، وبعض الاساتذه قالوا هنستعينوا بالاجهزه، الجهاز اللي هيتم عليه الشرح نودوه واحنا نوفر مواصله يجيب الجهاز يشرح عليه ويرجع تاني. بالنسبه لموظفين الادارات احنا كنا اصلا ناقشنا الصبح ان ممكن يجي اثنين موظفين من كل اداره لانهاء الاعمال للطلاب من ادارات الدراسات العليا وشؤون الطلاب والخزنه. دي مطالب كليه التربيه، والحمد لله باذن الله نفذنا اكثر منها، ومن بكره هنبدا الادارات نجيبهم هنا ان شاء الله. كنت عايز حاجه بس بسيطه تعمل ايه؟
ده أحسن حاجة ممكن تتكلم، لأن المكان المفروض موجود هنا أو في الجامعة. بالنسبة تشرف عليك كلية الهندسة تمام؟ في بيت كامو، وكمان عشان الميزانية تطلع من هنا، فأضمن كده تمام.